اليوم باش نحكيو على الاكزرسيس ترايسبس سكال كراشر او ما يعرف بلغتنا تمرين سحق الجمجمه بالبار. فيكم شكون بعث لي ميساج على انستغرام وقال لي يا كوتش علاش كل ما نخدم الاكزرسيس هذا نحس ببرشا وجيعه في مرفقي وبالتحديد في التوندون تاع التريسبس. السؤال هذا ديما يعرضني في الصاله والتمرين هذا بالذات من التمارين اللي هما على قد ما هم افيكاس على قد ما فيهم ريسك نتاع تندينيت وذاك علاش فما حاجات لازم تحطهم في بالك كل ما تجي تخدم تمرين هذا. الاكزرسيس نتاع التريسبس الاوفر هيد يعني وقت اللي مرفقي يبدا الفوق يحطوا برشا ستريس على التوندون تاع التريسبس هذاك علاش لازم قبل ما تبدا تترن حاول انك تسخن مليح التوندون تاع التريسبس واحسن طريقه تسخن بها هو انك تعمل 2 ولا 3 سيري روب بوش داون شارجه خفيفه وهاي ريبس يعني بين 30 40 حتى 50 ريبيتيسيون انت وكيفاش حاسس روحك النهار هذاك يعني ساعات تحس مفاصلك مزالوا عاكشين شويه وساعات تحس روحكم رجل سخون ومركوار خاصه كي يبدا الطقس بارد المفاصل تلقاهم باردين برشا ولي توندون يسحقوا اكثر دي سيري دي شوفمون. النصيحه الثانيه هو اني نقترح عليكم انكم ما تبداوش ليزيكزرسيس نتاع التريسبس بالاكزرسيس هذا خليه الاكزرسيس الثاني ولا الثالث ولا الرابع ديما حاول ابدا لونترينمون نتاع التريسبس نتاعك ديزيكزرسيس يكونوا فيهم مرافقك قراب لبدنك يعني هو انك مثلا تعمل كلوز جريب بنش بريس ولا روب ولا بار بوش داون. النصيحه الثالثه هو انك تجرب تخدم دي فارياسيون اخرين للاكزرسيس هذا جرب اخدمه بالحبل جرب اخدمه بالدمبلز بالديزاين بيرسونالمون وقت اللي نخدم بالدمبل تكون ما فماش وجيعه كيما نخدم بالبار على خاطر مرافقي ما يكونوش ريستريكتد برشا ماهمش ملوين برشا كيما نقولوا احنا. ننصحكم زاده باش تجربوا تبدلوا لونغل وقت اللي نبدل لونغل ونخدم على بانك ديكليني تتنحى الوجيعه كومبليتمون. بالنسبه للتكنيك ديما غلطه نشوف فيها انه برشا عباد تخدم البوان دو ديبار نتاعها يكون البار يعني بريسك قدام صدرهم والحاجه هذه غلطه على خاطر وقت اللي باش تهبط البار على جبينك المرفق نتاعك باش يقدم لقدام وباش تحس برشا وجيع. دونك البوان دو ديبار ديما تبدا البروجيكسيون نتاع البار فوق جبيني ولا حتى اعلى شويه ونخلي ديما مرافقي في نفس البوزيسيون باش وقت اللي نبدا نخدم ما يبداش فما برشا ستريس على الارتيكولاسيون وتبقى الخدمه ديما سيبلي على اللونغ هيد نتاع الترايسبس. دونك سيف الفيديو هذا عندك وبارطاجيه مع اصحابك باش ما تصير لهمش توندينيت في التريسبس على خاطر اذا كان صارت باش تاثر عليكم برشا في ليزيكزرسيس نتاع البريس وانت تخدم في الصدر وانت تخدم في الاكتاف في التريسبس. وما تنساش باش تتبعني باش يوصلوا لك اكثر فيديوهات من نوع هذا.